اسمه تعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. خط بالقلم. في النصف من رجب عام 60 من الهجرة هلك معاوية بن أبي سفيان لعنه الله، وتربع ابنه يزيد اللعين على كرسيه الخلافة الذي مهده له أبوه، وادعى أنه خليفة رسول الله والقائم مقامه. ولم تكن في يزيد هذا مؤهلات الخلافة، إذ كان يرتكب الموبقات من شرب الخمور واللعب بالقردة والكلاب، فصار يأخذ البيعة لنفسه من الناس بالقوة، حتى طلبها من الإمام الحسين عليه السلام، إذ كتب لابن عمه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عامله على المدينة أن خذ لي البيعة من الناس عامة ومن الحسين خاصة، وإن أبى عليك فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه، وما إن وصل الكتاب. حتى طلب الوليد مروان بن الحكم ليستشيره، وبعدها أرسل في طلب الحسين عليه السلام ليلى، فأوجس الإمام منه شرا، فجمع أهل بيته ومواليه وأمرهم بأخذ السلاح معهم، وطلب منهم أن يكونوا على الباب حتى إذا اعتلى الصوت منه فعليهم بالهجوم وتخليصه. ومثل الحسين بين يدي الوليد، فرفض الحسين البيعة سرا وقال لهما: نصبح وتصبحون. ولكن مروان رفض خروج الحسين من القصر وقال مخاطبا الوليد: إن فاتك الثعلب لا ترى إلا غبارا. وتعالت الأصوات، فجرد مروان سيفه وقال للوليد بأن يأمر جلاده فيضرب عنق الحسين، وازدادت الضجة، فما كان من بني هاشم وعلى رأسهم أبو الفضل العباس إلا أن جردوا سيوفهم وانتضوا خناجرهم وهجموا على القصر. يا حي العشيرة يا سمع صوت مولاهم، حضروا بالعجل عنده وفكوا له من عداهم، ما حضروا إلى السجاد يوم الظل ينخاهم، وهو في مجلس ابن زياد مأسور مع النسوة. وأخرج الهاشميون الحسين عليه السلام معهم عزيزا منيعا، وهو يتمثل بقول يزيد بن ربيعة الحميري: لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا، يوم أعطي مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا. وجاء الليوث إلى المنزل، والنساء قد تملكهن الفزع والجزع لما رأينا خروج الحماة ليلى. وما إن اقترب الحسين وعشيرته من البيوتات حتى استقبلتهن النساء: أهلا بمن أخلفوا الكرار حيدرة في العزم والحزم والإقدام والهمم.
الله الحال زينب والنساوي لما عادت شبول الميامي هلا بعباس نادت يا هلا حسين هلا ببدورنا الشعت مضية أبو فاضل نداء زينب يا حرة أنا عندك بعد من هو يتجرى استرت ليتها الدوم المسرة بذرى العباس والمظلوم خيا. وبعد هذه الحادثة عزم الحسين عليه السلام الخروج إلى مكة حيث أن يزيد لن يتركه وشأنه، وظل فرخ الزهراء يتردد على قبر جده وأمه وأخيه مودعا لهم. وما إن بلغ ذلك أخيه محمد بن الحنفية حتى جاء لسيده ومولاه مودعا رغم مرضه الذي أقعده. أخي، أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي، ولست أذخر النصيحة لأحد من الناس غيرك، وليس أحد أحق بها منك، لأنك من وجبت طاعته في عنقي، ولأن الله شرفك علي وجعلك من سادات أهل الجنة. تنح ببيعتك عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت، ثم ابعث برسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك، فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك، وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ولا يذهب به مروءتك ولا فضلك، فإني أخاف أن تأتي مصرا من الأمصار أو جماعة من الناس فيختلف الناس بينهم، فطائفة معك وأخرى عليك فيقتتلون، فتكون لأول الأسنة غرضا. فأين أذهب يا أخي؟ انزل مكة، فإن اطمأنت بك الدار وإلا لحقت باليمن، فإنهم أنصارك وأنصار جدك وأبيك، وإنهم أرأف الناس وأرقهم قلوبا وأوسع الناس بلادا، فإن اطمأنت بك الدار وإلا لحقت بالرمال وشعوب الجبال وجزت من بلد إلى بلد ومن مفازة إلى مفازة حتى تنظر ما يصير إليه الناس، فإنك أصوب ما تكون رأيا حين تستقبل الأمر استقبالا. يا أخي، والله لو لم يكن لي في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية. فبكى ابن الحنفية وبكى الحسين معه. يا أخي، جزاك الله خيرا، فقد نصحت وأشفقت، وأرجو أن يكون رأيك موفقا سديدا إن شاء الله، وإني عازم على الخروج إلى مكة، وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي.
أمرهم أمري ورأيهم رأيي، وأما أنت فعليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا على أهلها، لا تخفي علي شيئا من أخبارهم. ثم دفع الحسين بوصيته لأخيه الذي لحق به بعد فترة إلى مكة. وبعدها ودع الحسين أصحابه وبعض أهله وجمع خاصته وخرج متجها لأرض مكة. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغمه ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم. يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تكاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. وظل الحسين عليه السلام في مكة حتى شهر ذي الحجة يستقبل كتب الناس من الأمصار والتي تطلب فيه القدوم إليهم، وما أسرع أن تجمعت لديه كتب أهل الكوفة فأرسل لهم ابن عمه مسلم بن عقيل ليستوثق من عهودهم، ولما استوثق منهم أرسل للإمام يطمئنه. وأثناء هذه الأحداث أرسل يزيد عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق وأوصاه بالقبض على الحسين سرا، وإن لم يتمكن فليقتله غيلة، وإن اضطر لذلك فليفعله ولو كان الحسين متعلقا بأستار الكعبة. وفي اليوم السابع من ذي الحجة وبينما الحسين في طوافه إذ سمع هاتفا يقول: حل من إحرامك قبل أن تنتهك محارم الله. من المتحدث؟ سادسكم تحت الكساء. فلما سمع الإمام ذلك بدل حجه لعمرة مفردة، وما إن أتم أعمال العمرة حتى أسند ظهره إلى الكعبة وقام في الناس خطيبا: الحمد لله وما شاء الله، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على رسوله محمد وآله أجمعين.
حط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيل الفتاة. وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليخرج معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وما جاء الحجيج من هول ما سمعوا، وجاء محمد بن الحنفية إلى أخيه مسرعا ونصحه بعدم الخروج للكوفة، فقال له الإمام أنه سينظر في الأمر، ولكن ما إن صار السحر من ليلة التروية حتى خرج الحسين بصحبه متجها إلى الكوفة. وأثناء المسير كبر ابن مسعود ظنا منه أنه رأى نخل الكوفة، فلما دقق الإمام وأصحابه النظر عرفوا أنها طليعة جيش بن زياد بقيادة الحر بن يزيد الرياحي الذي ضيق على الحسين فجعله يتخذ طريقا لا يدخله الكوفة ولا يرجعه المدينة. وجعل الحسين وركبه يسيرون والحر يمانعهم، بينما السبط بأهله مجدا بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين. فبعث الحسين جواده فلم ينبعث، وزجره فلم ينزجر، فنزل عنه وركب آخر فلم يتحرك. يا قوم، ما يقال لهذه الأرض؟ تسمى العقر. أعوذ بالله من العقر، هل لها اسم غير هذا؟ تسمى أيضا الغاضريات. فهل لها اسم غير هذا؟ بلى، تسمى كربلاء. أرض كرب وبلاء، حطوا ولا ترحلوا، ها هنا محط رحالنا، وها هنا مناخ ركابنا، وها هنا قتل رجالنا. وبهذه الأرض وعدني جدي صلى الله عليه وآله. فنزل الحسين وصحبه كربلاء في اليوم الثاني من المحرم لعام 61 للهجرة، وظل الوضع كذلك حتى أقبلت أولى الرايات بقيادة عمر بن سعد، وما إن وصلوا حتى منعوا الماء عن الإمام وعن أصحابه وأهله منذ ليلة
السابع من المحرم، ووكل ابن سعد على نهر الفرات 4,000 مقاتل، وظل الوضع كذلك حتى وصلت آخر راية من رايات ابن زياد في اليوم 9 من المحرم بقيادة شامر بن ذي الجوشن لعنه الله. وفي عصر ذلك اليوم أقبل الحسين عليه السلام نحو ابنه علي الأكبر. بني علي، خذ بضعة من الفرسان والرجالة وتوجهوا نحو العلقمي وأحضروا شيئا من الماء. لك السمع والطاعة يا أبتاه. يا أنصار الله ورسوله، ويا أحباب ابن بنت رسول الله، إني قاصد للمشرعة الساعة، ألا ومن كان بادلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليلحق بي. أما أتم الأكبر كلماته حتى تجمعت الأشاوس واصطكت صفوفهم ووضعوا قربهم على أكتافهم وانطلقوا كالصواعق ناحية المشرع. وما إن رآهم الأعداء حتى تأهبوا لهم محاولين صدهم عن ورود الماء، فهمز الأكبر جواده متقدما للأعداء، ولما رأته الأصحاب أقبلت معه وانتشروا بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، وجعلوا همتهم وصول العلقمي. وما إن رآهم الفجر حتى تقهقروا وابتعدوا فزعا. فنزل الأصحاب النهر وأخذوا يملؤون قربهم، وأخذ الأكبر وبعض صحبه يصولون في الميدان ويكرون في القوم بسيوفهم الحيدرية، فانفلت الكتائب وانكشف الجيش من بين أيديهم وانجالوا عنهم، فاستطاع الأبطال أن يملأوا القرب بالماء الوفير ويحملوها إلى مولاهم. وجاءت الأطفال والنساء مسرعة وتكاببت على القرب، وأمر الحسين عليه السلام بشيء منه للأنصار. قوموا واشربوا من هذا الماء واغتسلوا واغسلوا أثوابكم لتكون أكفانا لكم، وليكن هذا الماء آخر زادكم. ففعلوا مثل ما أمر. وبقي التضييق قائما حتى فجر يوم 10 من المحرم، حيث صلى الإمام بأصحابه ثم جهزهم واتجه يخطب في القوم عدة خطب لعلهم يثوبون إلى رشدهم، حتى أمر بناقته واعتلاها وتوجه للقوم ومعه صفوة أصحابه. تبا لكم أيتها الجماعة وترها، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا كان لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات؟ تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام والرأي لما يستعصف، ولكن أسرعتم إليها كطير الدبا وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة
وشرار الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الآثام ونفثة الشيطان وهطفئ السنن. أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاك له أناخ بآخرين، فأفنى ذلكم سروات قومي كما أفنى القرون الأولين. فلو خلد الملوك إذن خلدنا، ولو بقي الكرام إذن بقينا. فقل للشامتين بنا أثيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما تركب الفرس، حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسومهم كأسا مصبرة، فإنهم كذبونا وخذلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. واستدعى الحسين عليه السلام عمر بن سعد فدعي له، وكان كارها لا يحب أن يأتي. أي عمر، أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بلاد الري وجرجان؟ والله لا تتهنأ بذلك، عهد معهود، فاصنع ما أنت صانع، فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، وكأني برأسك على قصبة يترماه الصبيان بالكوفة ويتخذونه غرضا بينهم. فصرف ريحانة الرسول بوجهه عنه غضبا، ورجع ومعه صحبه الأوفياء وجمعه الأقوياء. عاد وإذا النساء قد اعتلت أصواتهن بالبكاء والعويل، فجعل يسكتهن ويصبرهن. يا بنات علي وفاطم اسكتن، فإن البكاء أمامكن طويل. وبينما الحسين عليه السلام يؤنس النساء والأطفال، أشعل ابن سعد شرارة الحرب بصرخته: يا دريد، يا دريد، أدني رايتك. ومصيبتها، فزحف الجيش على الحسين حتى قربوا من الخيام، فوضع ابن سعد السهم في كبد القوس ورمى به نحو الحسين. اشهدوا لي عند الأمير بأني أول من رمى. فأقبلت السهام على خيام الإمام كأنها قطرات المطر. فالتفت الحسين عليه السلام لأصحابه: قوموا إلى الموت الذي لا بد منه، هذه رسل القوم إليكم،
أعزاء لا أنت الرقاب لفادحين ولا من ألوف في الكريهة ترهب فما لي سوى العلياء تاقت نفوسهم ولم تك في شيء سوى العز ترغب فلو أن مجدا في الثريا لحلقت إليه وشأن الشهم للمجد يطلب فهم يوم الوغى تمطر الدماء وأيديهم من جودها الدهر مخضب. ولما احتمى الوطيس تقدم عبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي إلى أبي عبد الله مستأذنا. فلما أذن له جرد سيفه ووقف وسط الميدان صارخا: يا أعداء ابن بنت رسول الله، ألا رجل فيكم لأبارزه؟ ألا نعرف من أنت لنعلم من سنقاتل؟ أنا عبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري ربيب علي بن أبي طالب. عندها شد عليه العين بكل ضراوة، ولكن سيف البطل كان أسرع فقتله في لمح البصر. لقد ناديتكم بالبراز لا باللعب، فلم ترسلون لي أطفالكم؟ فغضب الأعداء وصاروا يبرزون له مثنى مثنى وفردا فردا، وهو يصول وسطهم حاسدا أرواحهم. وما لبث أن أعياه التعب وكثرت به الجراحات، فبرز له العين عتي، وأثناء البراز باغته بطعنة فأرداه قتيلا. أيوة مصيبة، وما إن تخلص الأعداء من هذا البطل حتى فوجئوا بصاعقة أخرى. يحيى بن هاني بن عروة المدحجي طلب الإذن من أبي الضيم وتقدم نحو الحومة مزمجرا: أخشاكم ضربا بحد السيف لأجل من حل بأرض الخيف، بقدرة الرحمن رب الكيف أضربكم ضربا بغير حيف. وفرق الصفوف وأعمل فيهم سيفه وقاتل الفجار بكل شراسة، ولكن الأعداء قد تكالبت علي ومن فلوا عنه إلا والبطل صريع. أيوة فجيعة، ولما رأى الحر بن يزيد الرياحي ذلك جاء إلى عمر بن سعد: أو مقاتل أنت هذا الرجل؟ أي والله قتالاً أيسره أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي. أفما لكم فيما عرضه عليكم رضا؟ لو كان الأمر إلي لقبلت، ولكن أميرك أبى ذلك. فأخذ الحر يقترب من معسكر الحسين عليه السلام شيئا فشيئا، وهو في ريبة من أمره، فخاطبه المهاجر بن أوس: والله إن أمرك لمريب، والله ما رأيت منك في موقف قط مثل ما أراه الآن، ولو قيل من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وأحرقت. فوكاز الرياحي جواده وأقبل على أبي عبد الله عليه السلام ويده على رأسه: اللهم إني تبت إليك فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك
وأولاد بنت نبيك جعلت فداك. أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع وجعجع بك. والله ما ظننت أن القوم يبلغون بك ما أرى، وأنا تائب إلى الله، فهل ترى لي من توبة؟ نعم، إن تبت تاب الله عليك. جزاك الله عني خيرا، فانزل يا حر. أنا لك فارسا خير مني لك راجلا، أقاتلهم على فرسي ساعة، وإلى النزول يصير آخر أمري. فاصنع رحمك الله ما بدا لك. فاتجه إلى الأعداء حتى توقف في وسطهم. يا أهل الكوفة، لأمكم الهبل والعبر، أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا أتاكم أسلمتموه وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه، ثم عدوتم عليه لتقتلوه، أمسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب لتمنعوه من التوجه إلى بلاد الله العريضة، فصار كالأسير المرتهن لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، ومنعتموه ونساءه وصبيته عن ماء الفرات الجاري الذي تشربه اليهود والنصارى والمجوس، وتمرغ به خنازير السواد وكلابه، وها هم قد صرعهم العطش. بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظمأ الأكبر. فصار الملاعين يرشقونه بالسهام، فجرد الرياحي حسامة وشد على القوم مزمجرا. إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بالخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. وجعل الحر يقاتل حتى أذكل القوم لكثرة من قتل، وبينما هو كذلك إذ برز إليه يزيد بن سفيان التميمي، فقاتله الحر قتال الأشاوس حتى أرداه قتيلا. وواصل الحر قتال من عاف الحياة، فأحاطوا به وأخذوا يرمونه بالنبال، إذ أصاب فرسه سهم فاضطرب وكبى، ووثب الحر وسيفه بيده وصار يقاتل مرتجزا. إن تعقروا بي فأنا ابن الحر، أشجع من ذي لبد هزبري، ولست بالجبان عند الكر، لكنني الوقاف عند الفر. فثبت وقاتلهم قتال الشجعان، وأكثر فيهم القتلى حتى أتعبه القتال وأعياه العطش. أليت لا أقتل حتى أقتله، ولن أصاب اليوم إلا مقبلا، أضربهم بالسيف ضربا مقصلا، لا ناكلا عنهم ولا مهلهلا، أفدي الحسين الماجد المؤملا. وزحفت الصفوف وتجمعت الألوف، وشدوا على الحر الرياحي، ورشقوه بالنبال، وحمل عليه أيوب بن مسرح، فضربه بالسيف على رأسه، فكبى على وجهه، ولما أراد أن يقوم ضربه آخر بالسيف على محاسن وجهه، فخر صريعا. وأقبلت إليه الأنصار مسرعة، أقبلت إلى البطل القتيل، فاحتملوه وهم مفجوعون بفقده، فجاءوا به ووضعوه بين يدي أبي عبد الله الحسين. لنعم الحور حر بني رياح،
الوحيد صبور عند مشتبك الرماح، ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الصياح. بخ لك يا حر، أنت حر كما أسمتك أمك، وأنت الحر في الدنيا والآخرة. وظل الحال في القتال هكذا بين قتيل وشهيد حتى وقت الزوال، وقد قتل من أصحاب الحسين 50 شهيدا. وحينها جاء أبو ثمامة الصائدي قائلا: يا أبا عبد الله، أنفسنا لنفسك الفداء، هؤلاء اقتربوا منك، لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك، وأحب أن ألقى الله عز وجل وقد صليت هذه الصلاة معك. فرفع الحسين عليه السلام طرفه إلى السماء يطالعها، وإذا وقت الصلاة في أوله. ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم، هذا أول وقتها. سلوا هؤلاء القوم أن يكفوا عنا حتى نصلي لربنا. فسألهم أصحاب الحسين أن يكفوا عنهم فأبوا، فصاح الحسين عليه السلام في ابن سعد قائلا: ويلك يا ابن سعد، أنسيت شرائع الإسلام؟ اخصر عن الحرب حتى نصلي وتصلوا، ثم نعود لما كنا فيه. فاستحيا ابن سعد من الإجابة، فأجابه الحسين بن نمير لعنه الله: صلي يا حسين ما بدا لك، فإن الله لا يقبل صلاتك. ثكلتك أمك، زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا ابن الخمارة. واستأذن الأسدي من مولاه وارتقى صهوة جواده، حيث أن اللعين استشاط غضبا وحمل عليه: دونك ضرب السيف يا حبيب، وأفاك ليث بطل نجيب، في كفه مهند قضيب كأنه من لمعه حليب. وحمل عليه حبيب بن مظاهر البطل المغوار، وأثناء القتال باغته بضربة على وجه فرسه بالسيف، فشب به وألقاه على الأرض. وحمل أصحابه على الليث الأبي فاستنقذوه منه، وأخذ حبيب يحمل فيهم ليختطفه منهم. أقسم لو كنا لكم أعدادا أو شطركم وليتم أكتادا، يا شر قوم حسبا وآدا. أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسحر. أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، ونحن أعلى حجة وأظهر، حقا وأتقى منكم وأعذروا. ولا زال يقاتلهم بكل بسالة وقوة، ويكثر فيهم القتلى مرة بالطعن وأخرى بالضرب، ولا يثنيه عن ولائه شيء، وليس له سوى الجنة مطلبا حتى أعياه التعب وأنهكته الجراحات. وإذا ببديل بن صريم قد جاء فاتحا باعا.
وضربه بالسيف. أيوة حبيبا، وحمل عليه آخر بالرمح فطعنه في خاصرتي، فمال إلى جنبي، ولما أراد أن يقوم ضربه الحسين بسيفه على رأسه. وما إن خر الطود الشامخ حتى دنا الأعداء منا، وكان في يده حديدة يدافع بها عن نفسه، فكلما اقترب منه أحد ضربه بها، فقام الحسين برميه بالحجارة حتى سقط البطل صريعا. عليك مني السلام سيدي يا أبا عبد الله. فأقبل عليه التميمي واحتز رأسه، أيوا سيدا. فوضع رأسه على لبان الفرس، وما هي إلا لحظات حتى أقبل الحسين إلى مصرعه منكسرا. عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قتل والله أسد من أسد الله يذب عن حرم رسول الله. رحمك الله، فلقد كنت عابدا ناصحا لله ولرسوله، ولله درك يا حبيب. لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. ورجع بأبي هو وأمي، رجع مكسور الفؤاد لفقد الحبيب، فبكى عليه السلام وأبكى معه صحبه الأوفياء. وبينما هم كذلك، إذ أمر أبي الضيم مؤذنه أن يقوم بالأذان. الله أكبر. وها هو الإمام قد تجهز للصلاة، ولكن القوم يحيكون غوائل مكرهم ويبيتون نواياهم ويستعدون لانتهاك حرمات الله. ألا لعنة الله على الظالمين، فلله درك يا مولاي. كيف صبرت مع هؤلاء القوم الذين لم يعرفوا من الإسلام سوى اسمه؟ وأخذ مهجة فاطمة يرتب أصحابه للصلاة، فقال لزهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي: تقدما أيها الوفيان، تقدما بارك الله فيكما أمامي حتى أصلي الظهر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن سعد، إنها فرصتنا فلنهاجم الحسين الآن وهو مشغول بصلاته، فننهي هذا الأمر الآن. وتريدني أن أقاتله وهو يصلي؟ وهو يصلي؟ أجل، وهو يصلي، فما الطير في ذلك؟ وها هي الأعداء قد أخذت ترشق الحسين عليه السلام وأصحابه بالنبال، ولكن الأنصار الأوفياء كانوا يدافعون عنه. فها هو سعيد بن عبد الله الحنفي يترصد كل سهم، فصار يواجه السهام بدل قرة عين الرسول،
مرة بكفه ومرة بوجهه ومرة بجبينه وأخرى بنحره حتى سقط وهو يقول: اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام، وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت نصرة ذرية نبيك. ولما انفتل الحسين عليه السلام من صلاته نظر إليه وبكى فقال سعيد: سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، أوفيت يا ابن رسول الله؟ بلى بلى والله، أنت أمامي في الجنة. السلام على سعيد بن عبد الله الحنفي القائل للحسين عليه السلام وقد أذن له في الانصراف: لا والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله فيك، والله لو أعلم أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أذرى 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك. يا كرام، إن هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها وزينت قصورها وتألفت ولدانها وحورها، وهذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، والشهداء الذين قتلوا معه، وأبي وأمي وأخي يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم وهم مشتاقون إليكم، فحاموا عن دين الله وذبوا عن حرم رسول الله. وأخذ القوم يتسابقون للمنايا واحدا تلو الآخر، يستأذنون من سبط النبي ويبرزون لمضاجعهم، فمنهم زهير برير عابس وغيرهم. مولى أبي ذر الغفاري هذه الأرواح الولائية محلقة في سماء الجهاد حتى حدثته نفسه بالشهادة، فجاء إلى ابن بنت رسول الله مستأذنا، فأجابه الحسين عليه السلام قائلا: يا جون، أنت في إذن مني، فإنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلي بطريقنا. فوقع جون على قدمي أبي عبد الله يقبلهما: يا ابن رسول الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وعند الشدائد أخذلكم، والله إن لوني لأسود وإن حسبي للئيم وإن ريحي لنتن، فتنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني، فلا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. فأذن له الحسين عليه السلام فاستبشر فرحا وأقبل على القوم مستصغرا شأنهم مرتجزا: كيف ترى الفجار ضرب الأسود بالمشرف والقنا المسدد؟
يذب عن آل النبي أحمد، يذب عنهم باللسان واليد، يرجو به الجنة يوم المورد. وبينما هو يقاتل كالنمور إذ شبوا عليه فقتلوا، وما هي إلا لحظة وإذا بالحسين واقف على مصرعه باكيا. اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع الأبرار وعرف بينه وبين محمد وآله صلى الله عليهم أجمعين. خليلي ماذا في ثرى الطف فانظرا، أجونة طيب تبعث المسك أم جون، ومن ذا الذي يدعو الحسين لأجله؟ أذلك جون أم قرابته عون؟ لئن كان عبدا قبله فلقد زكى نجار وطاب الريح وازدهر اللون. وما أقبل العصر إلا بفقدان الأحبة والأنصار، إذ لم يبقى مع الحسين سوى أهل بيته، فصار أبي الضيم ينادي: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من مغيث؟ هل من مغيث يغيثنا؟ وما إن تناهى هذا النداء إلى مسامع أبي الحتوف بن الحدث الأنصاري وأخوه سعد، حتى قال لبعضهما: إنا نقول لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصاه، وهذا الحسين بن بنت رسول الله، ونحن نرجو شفاعة جده يوم القيامة، فكيف نقاتله وهو بهذا الحال؟ لا ناصر له ولا معين. فمالا بسيفيهما بين يدي الحسين وأقدما نحوه معتذرين وطلبا الإذن في البراز. فقاتلا قريبا منه واستلحما في المعركة وقلبا عالي الحومة سافلها، فقتلا من قتلا وجرحا من جرحا، وكل منهما يشد أذره بأخيه إلى أن تعرفت عليهما الأعداء فقتلوهما في مكان واحد. أيها مصيبتها، ومن ثم تقدم الفارس الهاشمي علي الأكبر حتى أقبل مستأذنا: سيدي ومولاه، يا أبا عبد الله، هل لا تأذن لي في قتال هؤلاء القوم؟ فأجابه الحسين عليه السلام بدمعة تسيل على خديه وأذن له في الخروج. فلما تجلى وجه طلعته على العقاب واستولت يده على العنان والركاب، خرجت النساء من الخدور وأحاطت بشبيه الرسول: يا بني ارحم غربتنا ولا تتعجل ثكلنا، فلا طاقة لنا على فراقك. دعنا، فإنه ممسوس في ذات الله
مقتول في سبيل الله. وخلص الحسين الشباب من النساء وودع، فخرج الأكبر وهو مشتاق لرؤية جده رسول الله وجده علي بن أبي طالب وأمه فاطمة الزهراء، فبرز إلى القوم وهو يرتجز: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي. تالله تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي قرشي. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك صلى الله عليه وآله. وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. يا ابن سعد، قطع الله رحمك ولا بارك الله في أمرك، وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. وصعد الحسين عليه السلام على منبره وجعل يرقب ذاك الهاشمي وهو يحصد أعداء الله. وكانت ليلى عند كسر خيمتها تراقب وجه أبي عبد الله، فكلما تهلل وجهه فرحت حتى تغير وجه الحسين عليه السلام، إذ برز إليه بكر بن غانم فخفق قلبها وسألت: سيدي أبا عبد الله، أرى لون وجهك قد تغير، فهل أصيب ولدي علي؟ لا لا يا ليلى لا، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، فادع لولدك، فإني سمعت رسول الله يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، إلهي بصبر أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي عليا سالما. وما أنهت ليلى تلك الكلمات حتى سقطت مغشيا عليها، واستجيب دعاؤها سريعا، إذ انخرق درع بكر بن غانم فعاجله الأكبر بضربة كان أجله فيها. وأقبل الهاشمي على أبيه وقد كضه الظمأ: يا أبا، العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ وغوثه يا بني، عسوى الله على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى أن تدعوهم فلا يجيبوك، وتستغيث بهم فلا يغيثوك. يا بني اصبر قليلا، فما أسرع أن تلقى جدك محمد صلى الله عليه وآله فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. بني امضي إلى أمك فانظر ما حالها. فمضى إلى أمه فوجدها مغشيا عليها، فسالت دموعه على وجهها، فأفاقت وضمته إلى صدرها، وأخذت تمعن النظر في وجهه وتتأمل قسماته، وهي تضمه مرة وتشمه مرة أخرى. الحمد لله الذي أراني وجهك قبل الموت. بني علي اجلس معي ولو ساعة. يا أم، لا أستطيع أن أجلس معك وأبي الحسين وحيد فريد، لا ناصر له ولا معين. وبكت ليلى مع ابنها حتى جاءت لحظة الوداع فتوادعا، فلما أراد الأكبر الخروج تمسكت أمه بأذياله وقالت: بني اركب على ظهر جوادك
ومر من هنا مرة ومن هنا مرة أخرى حتى أتودع من مشيتك. فركب الأكبر جواده وجعل يروح ويجيء أمام ناظريها، فعندما رأت جرت دموعها على وجنتيها وصرخت: وولداه وقرة عيناه. فنزل الأكبر وودعها، ومن ثم رجع إلى أبيه الحسين عليه السلام فودعه وقبله واعتلى صحوة جواده راجعا بشوق ليلاقي جده محمدا صلى الله عليه وآله. رجع للميدان وحمل علي مزمجرا: الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعضها مصادق، والله رب العرش لا نفارق دموعكم أو تغمد البوارق. في بأس حمزة في شجاعة حيدر، في جود عم بالمكارم مرتدي، في عمر فاطمة البتولة أمه، بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي. علي أثام العرب إن لم أثقل أباه فيه. وتقدم اللعين فاتحا باعا، وضرب شبيه الرسول على راسه، ثم طعنه بالرمح في ظهره، وجاءه سهم في صدره. أيوا علي هو أكبر، فاعتنق جواده ففر به إلى معسكر الأعداء، فأسقطوه من على ظهر جوادي، واحتوشوه بالطعن والضرب، فصاح الأكبر: يا أبتا عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني شربة لا أطمأ بعدها أبدا. فأقبل إليه الحسين مسرعا كالصقر المنقض، وما إن رآه الأعداء حتى فروا وتركوا الشباب ملقا يغور في دمائه. ولدي علي، بعدا لقوم قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. بني علي، على الدنيا بعدك العفاء، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان، وبقي أبوك لهمها وغمها، فما أسرع لحوقه بك. وبينما الحسين عند ابنه إذ خرج زينب من خيمتها قاصدة ابن أخيها في المعركة. وابن أخياه وثمرة قلباه وولداه وشبابه. وما إن بصر بها الحسين عليه السلام انشغل بها عن ولده، فنهض وردها إلى الخيام. أخي زينب ما بالك؟ خدرك أعز علي من فقد ولدي. يا فتيان بني هاشم، هلموا واحملوا أخاكم إلى الفسطاط. بأبي أنت وأمي من مذبوح ومقتول من غير جور. بأبي أنت وأمي
دمك المرتقى به إلى حبيب الله، بأبي أنت وأمي من مقدمين بين يدي أبيك، يحتسبك ويبكي عليك محترقا عليك قلبه، يرفع دمك إلى عنان السماء لا يرجع منه قطرة، ولا تسكن عليك من أبيك زفرة، وأبرأ إلى الله من قاتليك، وأسأل الله مرافقتك في دار الخلود، وأبرأ إلى الله من أعدائك أولي الجحود، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وها هي حرائر بيت الوحي يستقبلنه بصدور دامية وشعور منشورة وعولة تصك سمع الملكوت. وما إن حل القضاء على بني هاشم حتى تقدم ابن عقيلة الطالبيين زينب، تقدم عون الأكبر بن عبد الله بن جعفر إلى خاله مستأذنا، فضمه الحسين إلى صدره وقبله وأذن له في القتال. فجاء الصنديد لأمه مودعا فقبلها، ومن ثم تقدم لملاقاة أعداء الله. اتنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهر، يطير فيها بجناح أخضر، كفى كفى بهذا شرفا في المحشر. وأخذ ابن العقيلة يذيق القوم من مر سيفه الزينبي وساعده الحيدري، فقتل ثلاثة من الفوارس وجمعا من الرجالة. حمل عليه عبد الله بن قطنة الطائي فضربه بالسيف فقتله. أيوة مصيبته، فجاء الحسين لمصرعي مسرعا وانكب عليه باكيا، فأخذ يقبله ويمسح الدم والتراب عن وجهه، وأمر بني هاشم بنقله إلى الفسطاط. السلام على عون بن عبد الله بن جعفر الطيار في الجنان، حليف الإيمان ومنازل الأقران، الناصري للرحمن، التالي للمثاني والقرآن. لعن الله قاتله عبد الله بن قطنة الطائي النبهاني. وفي وسط هذه الرزايا والبلايا تقدم القاسم بن الحسن مهرولا إلى عمه. عماه يا أبا عبد الله، هل لا تأذن لي في البراز لأقاتل هؤلاء القوم؟ يا بني، أنت شمامتي التي أشم منها رائحة أخي الحسن، فبحقي عليك إلا رجعت. فلم يجد القاسم بدا من الرجوع إلى الخيمة، رجع مهموما يخاف أن تفوته الشهادة بين يدي عمه. وبينما هو كذلك تذكر أن أباه قد شد عوذة في عضده وأمره ألا يفتحها إلا إذا رأى نفسه مهموما ومغموما، ففتحها فإذا هي وصية من أبيه عليه السلام
يقول فيها: بني قاسم، إذا رأيت عمك وحيدا بطف كربلاء وقد أحاطت به الأعداء، فعليك بالجهاد بين يديه، وكلما نهاك عن البراز فعاود لتحظى بالسعادة الأبدية والدولة السرمدية. هنا تهلل وجهه فنهض القاسم والعوذة في يده، توجه لأبي عبد الله فعرضها عليه، فلما رآها الحسين عليه السلام سالت دموعه على خديه وقال: عز عليك يا أبا محمد، لو رأيتنا وقد أحاطت بنا الأعداء ومنعونا من شرب الماء. بني قاسم، أتمشي برجلك إلى الموت؟ يا عم وكيف لا، وأنت بين الأعداء بقيت وحيدا فريدا لم تجد محاميا. فشق الحسين عليه السلام عمامته وأدلاها عليه بصورة الكفن، وما إن تأمل ابن أخيه في تلك الصورة حتى تذكر الحسن، فضم القاسم إلى صدره وبكى بكاء شديدا، ثم أذن له في القتال وقبله وودعه. فخرج القاسم شاهرا سيفا مستهزئا بأعداء الله، خرج دون درع، خرج وصوت الحسن في أذني فارتجس قائلا: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن. وقاتل القاسم أعداء الله كالليث الغفور حتى بلغ من الظمأ مبلغا، فرجع لعمه ينادي: يا عم، العطش قتلني، فأدركني بشربة من الماء. صبرا يا بني، فبعد قليل يسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. بني قاسم، ضعه في فمك فإنه يساعدك. وقبل أن يهوم الميدان هرولت النساء لتوديعه، فتلك تضمه وهذه تشمه، وذي أمه رملة تودعه: بني، إذا قدمت على جدتك فاطمة فأبلغها عني السلام، وقل لها أني تركت أمي غريبة كيبة. فودعها القاسم بنظرة آيس من الرجوع، ودعها وعيناها تفر منها الدموع، ومن ثم أقبل ودع عمه الحسين سلام الله عليه، وانقلب إلى المعركة وتقدم وكأنه أبيه الحسن المجتبى، وجعل همته في قتل حامل اللواء، والقوم يعترضوه وهو يجندلهم مرتجزا: إني أنا القاسم من نسل علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي من شمر ذي الجوشن أو ابن الدعي. وبينما هو كذلك إذ انقطع شسع عليه اليسرى فوقف يشده غير عابئ بالحرب، فصرخ عمرو بن سعد الأزدي: والله لأشدن على هذا الغلام. يا سبحان الله، وما تريد بذلك؟ أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه؟ والله لأثقلن فيه عمه. عمه، أدركني. فأتاه الحسين عليه السلام كأسد غاضب، وما إن رأى الأزدي حتى عاجله بضربة على ساعده، فصرخ صرخة سمعها كل أهل المعسكر: يعز والله على عمك،
أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. هذا والله يوم قل ناصره وكثر واتره. ما ينسى المظلوم لما نوصل الخيام، وشايل على صدره يشيع الولد جسام. في الحال صاح ومدمعه بالخد سجام، يا اهل المخيم جاكم العريس مذبوح. طلعت بنات الهاشمية من خدرها، ذي تلطم الهامة وذي بتصفج عشرها. قدامهم رملة تدق على صدرها وتصيح ما عندي دواء لعلاج الجروح. ولما يشيع وصلت رملة لولدها، خرت على العريس تلطم فوق خدها وتصيح لات أمك يا عقلي في لحدها. ولا شوفك موزع وزاع ودمك يفوح. أما من ناصر ينصرنا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ وتكالبت المصائب على بني هاشم، وتتالت الأرزاء عليهم، حتى صار الحسين عليه السلام وحيدا ليس معه أحد سوى ابنه العليل وأخيه أبي الفضل العباس. وبان العطش في تلك الأكباد الحرة وعلى شفاه الأطفال والنساء، فلما اصطكت الأصوات وتناهت إلى مسامع أبي الفضل العباس، جاء وكله أمل في إحضار الماء، جاء إلى أبي عبد الله يستأذنه في الخروج إلى الميدان. أخي عباس، أنت حامل لوائي وعميد عسكري ومجمع عددي، فإذا مضيت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. سيدي، لقد ضاق صدري وعيل صبري وسئمت الحياة، وأريد أن أطلب بثأري من هؤلاء القوم. وبينما العباس مع أخيه الحسين عليه السلام، إذ ارتفعت أصوات النساء والأطفال من شدة الظمأ، فبكى الحسين عليه السلام وقال: أخي، إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء النساء والأطفال قليلا من الماء، فقد تفتتت أكبادهم من الظمأ. وما إن أراد العباس سلام الله عليه الخروج للميدان حتى أتته مهرولة حبيبته سكينة عطشة. عمو يا أبا الفضل، قف لي قليلا، أنا سكينة. سكينة، ما بك يا قرة عيني؟ يا عم، أنت عازم الآن على الذهاب للمشرعة لطلب الماء، وهذا الأمر يطول، فخذني معك حتى أشرب الماء، فإني والله عطشانة.
تصبري يا سكينة، فما هي إلا لحظات وأريد الماء. إذن لا تتأخر يا عم، فإني في انتظارك. قري عينا يا ابنتي. عندها ودع العباس أخاه وسكينة وبقلبه صادق الإيمان، خرج مرتديا لامة وحاملا قلبه على كفه، واعتلى صهوة المطهم وتوجه ناحية المشرع وفي قلبه عزم علي وبأسه. خرج قاصدا النهر العلقمي، نهر تجمعت حوله عروج أمية تنتظر البرق ليتخطف آجالها. توجه وإذا الملاعين حول النهر، فخاطبهم ضرغام بني هاشم. يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه، وبقي فريدا مع أولاده وعياله وهم عطاشا، قد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء، لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاك. يا ابن أبي تراب، قل لأخيك لو كان كل وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة حتى تدخلوا في بيعة يزيد. حتى رقمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصار مبتار الأجال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافته. هوا يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. فألقى الماء من يدي وملأ القربة وحملها على عاتقه وتوجه نحو الخيمة، فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب ليمنعوا وصوله للخيام بالماء، فواجههم بقتال شرس. لا أرهب الموت إذ الموت زقى، حتى أوارى في المصاليط لقى، نفسي لصبط المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الموت يوم الملتقى. والله لأن وصى العباس إلى الحسين بالماء أفنوكم عن آخركم، فاحملوا علي هيا. فحمل الجيش على العباس حملة واحدة، فما إن رأى الحسين ذلك خفق قلبه خفقا، فركب جواده وانقض على الأعداء، فكان كالصاعقة التي ألمت بهم، وبينما هم كذلك إذ قال الحسين عليه السلام لأبي الفضل: أخي أسند ظهرك إلي وأسند ظهري إليك، فتقاتل من جانب وأقاتل من جانب. فتساندا وصار يقاتلان قتالا مستميت، فقتلا من الأعداء الكثير، استمثل علي في وجهيهما: هاي أيها الحمقى، فرقوا بينهما، وإلا فلا تقدرون على شيء منهما. وتكالب الأعداء على ابني حيدر واجتهدوا أن يفرقوا بينهما، ولكن لا فائدة، فلما رأى ابن سعد ذلك أشار لجيشه بالهجوم على مخيم الفاطميات. فلما رأى الحسين عليه السلام ذلك الهجوم لم يجد بدا من الرجوع للخيام، فقال لأخيه العباس: أخي عباس، اجعل بيني وبينك علامة. يا أبا عبد الله، العلامة بيني وبينك اللواء، فإذا سقط فأدركني. فرجع أبي الضيم إلى الخيام
حتى ظن الأعداء أن حيدرة قد باغتهم، رجع وفرق الجيش عن الخيام. ولكن في الطرف الآخر حمل الجيش على العباس حملة واحدة، وقاتلوه قتال رجل واحد، دخل في أوساطهم، خرج من أطرافهم، وأذاقهم حملات علي بن أبي طالب. ولكن ما لبث أن كمن له زيد بن الرقاد الجهني من خلفه، فضربه على يمينه فبراها. أيوة عباس، فأخذ السيف بشماله وحمل على القوم وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. ما بكم؟ وماذا تنتظرون؟ أرشقوه بالسهام! وجاءت السهام تترى عليه كأنها رش المطار، سهم في صدره، سهم في ظهره، سهم في عينه، وسهم أصاب القربة فأريق ماؤها. وإذا برجل ملعون من خلفه حاملا عمودا من حديد، فضربه على رأسه. أيوة عباس، فخر صريعا وهو يقول: السلام عليك أبا عبد الله، أدركني يا ابن والدي. وسيدا، ولما رأى الحسين عليه السلام اللواء وقد سقى، أقبل إلى أخيه مسرعا، فرآه صريعا على الأرض. ولما أحس العباس أن أحدا بجانبه قال: أقسمت عليك يا هذا، إن كنت تريد قتلي فأمهني حتى يأتي أخي وابن والدي، فأتودع منه ويتودع مني. أخي، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت به عدوي. أقسمت عليك إلا تركتني أموت مكاني، فإني قد وعدت سكينة بالماء وأستحي أن أراها بيد جذاء صفرا. فوضع الحسين عليه السلام رأس أخيه في حجره، فأعاده العباس إلى الأرض، فقال الحسين عليه السلام: لم تفعل هذا يا أخي؟ أنت الساعة تضع رأسي في حجرك، وبعد ساعة من يضع رأسك في حجره؟ فبكى العباس وبكى الحسين عليه السلام معه، وظلا كذلك حتى تدلت رقبة العباس وفاضت روحه الزكية
أيها سيدا وعباسا وأخا وعباسا. وعندها ودع الحسين أخاه ورجع المذكول حزينا باكيا، رجع يكفكف دموعه حزنا على الليث الضرغام، رجع وحيدا منكسرا، وإذا بسكينة في استقباله. أبتاه، هل لك علم بعمي العباس؟ يا ابنتي، إن عمك العباس قتلوه. أخي حسين، هل مضى العباس؟ هل مضى كفيلي؟ وأخاه وعباسا؟ وضيعتنا بعدك يا عباس. فصار الإمام يسكتهن ويهدئ من روعهن، فدخل معهن الخباء بجانب العلي لزين العابدين عليه السلام، وصار يسليهن ويؤنسهن ويخفف عليهن، وما هي إلا لحظات حتى خرج الحسين عليه السلام من خيمة العلي. خرج يتأمل أرض الطف وتوسط الميدان. أخي عباس، ولدي علي ابن أخي قاسم، حبيب زهير برير أنصار دين الله، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأوقظكم فلا تنتبهون، أغياب فأرتجيكم أم جرحى فأداويكم؟ بل صرعكم ريب المنون وغدر بكم الدهر الخعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقبل الحسين عليه السلام ناحية الخيام، فأدار رأسه وتأمل أرض المعركة، فنادى بأعلى صوته: هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث؟ هل من مغيث؟ هل من مغيث فيرجو الله في إغاثتنا؟ فعتلى صراخ النساء والأطفال، وإذا بالسجاد عليه السلام يخاطب عمته زينب: عمه، علي بالسيف والعصا. وما تصنع بهما يا قرة عيني؟ أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي. تناولته السيف والعصا، فخرج من خيمته متكئا على عصا وهو يكبو وينمو: أنا من يغيثك يا أبتي، أنا من سأذب عنك وعن حرمك. احبسيه يا أخي، احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل أهل محمد. فأرادت إرجاعه فامتنع من الرجوع، فقال له الإمام: بني، ما تريد أن تصنع؟ أبا، إن نداءك قطع نياط قلبي، وأريد أن أفديك بروحي. يا بني، أنت مريض، ليس عليك جهاد، وأنت الحجة والإمام على شيعتي، وأنت أبو الأئمة وكافل الأيتام والأرامل، وأنت الراد لحرمي إلى المدينة. أبتاه، تقتل وأنا أنظر إليك؟ ليت الموت أعدمني الحياة، روحي لروحك الفداء،
نفسي، نفسي لنفسك الوقاء. فالتفت الحسين عليه السلام إلى النساء وأوصاهم بالعليل، وأخبرهم أنه إمام مفترض الطاعة من بعده، ثم انحنى على السجاد وكأنه يساره. بني، وأبلغ شيعتي عني السلام، وقل لهم أبي مات غريبا فابكوه، وقتل عطشانا فاندبوه. وبينما الحسين عليه السلام عند الخيام مع أطفاله وعياله، وإذا بالقوم ينادون: أجبنت يا حسين؟ ودخلت الخيمة فأرخيت عليك سترها؟ فخرج الحسين عليه السلام من بين الخيام وتوجه بناظره نحو نسائه وعياله: أهل بيتي ودعوني، الوداع. أخي، استسلمت للموت؟ وكيف لا يستسلم للموت من لم يجد ناصرا ولا معينا؟ أخي، ردنا إلى مدينة جدنا، فإني أخاف أن نسبى بعدك. هيهات، لو ترك القطا ليلا لنام، وكأني بكم غير بعيد كالعبيد تساقون أمام الركاب ويسومونكم سوء العذاب. فازدادت صراخات النساء والأطفال من هول ما سمعوا، فنادى الحسين أخته زينب: أخي زينب، علي بولد عبد الله أودعه. فجاءت له بعبد الله الرضيع يتلوى من الظمأ، فتوجه به للقوم: أيها القوم، قتلتم كهولي وشباني، ولم يبق لي إلا هذا الطفل، وقد جفث ثدي أمه من اللبن، فخذوه واسقوه. فاختلف القوم، فمنهم من قال اسقوه، ومنهم من قال لا تسقوه، بل اقتلوه ولا تبقوا من هذا البيت صغيرا ولا كبيرا. حرملة، يا حرملة، اقطع نزاع القوم. نعم، وبماذا يا أمير؟ ألا ترى؟ ارمي الطفل على صدر أبيه. لك ذلك. فما رق قلبي لأحد إلا لطفل أبي عبد الله. جعلت أتأمل في أي مكان أرميه، فرأيت رقبته تلمع من القماط، فرميته بالسهم في رقبته، فذبحته من الوريد إلى الوريد، فاعتفر الرضيع على صدر أبيه كالطير المذبوح. فانتزع الحسين السهم من عنق الطفل ورمى الدم إلى السماء، فلم تسقط منه قطرة واحدة. ونما نزل بي أنه بعين الله. اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. إلهي، إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة في الآجل. فرجع المذكول الحزين بولده إلى الخيام، فاستقبلته سكينة: أبا، إن كنت سقيت أخي فهل رجعت بشيئا من الماء فتبرد به غلة كبدي؟ بني، خذي أخاك مذبوحا. السلام على عبد الله ابن الحسين الطفل الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما المصعد دمه في السماء المذبوح بالسهم في حجر أبيه.
لعن الله راميه حرملة ابن كاهل الأسدي وذويه. من يقدم إلي جوادي؟ أنا آتيك به. ما أقسى قلبي، أخت تقدم لأخيها جواد المنية. وما إن ركب الحسين جواده حتى تعلقت الأطفال بأذياله. فترجل عن جواده وصار يسليهم، وإذا بسكينة تنادي أباها: أبا اجلس لي على الأرض. امسح على رأسي كما تفعل باليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة. سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. وهدأها وهم بركوب الجواد، فأحاطت به الأطفال وأحدقت به ترجوه ألا يتركها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي خذيهم، سكتيهم، احفظيهم. فجعل الزينب تجذو أيدي الأطفال والبنيات من أطراف الحسين وهم يصرخون، حتى أدخلتهم الخيمة وأشارت إليه بالرحيل. وتوجه الحسين للميدان وكأنه علي المرتضى، توجه وخاطب القوم: ويلكم، علام تقاتلونني؟ على حق تركته؟ أم على شريعة بدلتها؟ أم على سنة غيرتها؟ على ما نقاتلك؟ نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ابن علي الطهر من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخر، وجدي رسول الله أكرم من مشى، ونحن سراج الله في الأرض نزهر، وفاطم أمي من سلالة أحمد، وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر، وفينا كتاب الله أنزل صادقا، وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر، فنحن أمان الله للناس كلهم، نسر بهذا في الأنام ونجهر، ونحن ولاة الحوض نسقي ولاتنا بكأس رسول الله ما ليس ينكر، وشيعتنا في الحشر أكرم شيعة، ومبغضنا يوم القيامة يخسر، فطوبى لعبد زارنا بعد موتنا بجنة عدن صفوها لا يكدر. بطل فرد من الجمع على الأبطال طاير، أسد يفترس الأسد على الآجال جاير، ما له غير إله العرش في الأهوال وال، ما سطى في فرقتين إلا تولت فرقتين، ما له في حومة الميدان في الكار شبيه، غير مولانا علي والفتى سر أبي.
غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين. وهو ضامن شفتاه أضحتا ناشفتين. فلما كشف الإمام القوم توجه للمشرى ليبل ظمأ كبده، وما إن هم أن يشرب جاءه سهم غادر فوقع في حنكه. أيوا حسينا، أيوا سيدا، فأخرج السهم فتلطخت يداه ووجهه بالدم. ولما أتعبه القتال وكثرت به الجراحات رجع للخيام ليريح نفسه. وويلاه يا ابن والدي، ما هذا الذي حل بك؟ وهيا زينب، وهيا زينب، علي بمنديل أشد به جراحاتي. وأسرع زينب سلام الله عليها وأحضرت منديلا وأخذت تشد جراحه بنفسها، وما هي إلا لحظات حتى جمع الإمام النساء والأطفال ليودعهن الوداع الأخير. استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حافظكم وحاميكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب أعداءكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص منه. وبعد أن ودعهم توجه بناظره نحو فرسه، وبينما هو كذلك إذ أقبلت عليه أخته زينب وقد أفرغت عليها من تراث أمها الزهراء. أخي قف لي قليلا، انزل لي عن فرسك، اكشف لي عن صدرك ونحرك. فقبلته في صدره ونحره ثم وجهت وجهها نحو المدينة وقالت: السلام عليك يا أمه يا فاطمة، ها قد نفذت الوصية وردت الأمانة وسلمت الوديعة. وأية أمانة وأية وديعة وأية وصية؟ إن أمي فاطمة الزهراء عليها السلام قربتني منها ساعة وفاتها وقبلتني في صدري ونحري وقالت: هذه أمانة، هذه وديعة، هذه وصية. بنيتي زينب، إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا بأرض كربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. فبكى الحسين عليه السلام وبكت زينب معه، فجاء النداء من السماء: وولدا ولدي حسين، قتلوك وما عرفوا من أمك وأبوك. فرد الحسين أخته وانقلب للمعركة وقاتل الأعداء، فحمل على الميمنة وهو يرتجز ويقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. ولا زال يقاتلهم ويجندلهم ويكثر فيهم القتلى حتى حمل على الميسرة وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني
أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. ولم يزل يقاتلهم حتى قتل منهم مقتلة، فصاح ابن سعد: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطيل، هذا ابن قتال العرب. منوا علي حملة واحدة وإلا أفناكم عن آخركم. فحملت عليه الألوف وازدحمت عليه الصفوف، وافترقوا عليه أربع فرق: فرقة بالنبال، فرقة بالحجارة، فرقة بالرماح، فرقة بالسيوف. دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف. بياض العين بصبيها يتدور، وبينما هو كذلك إذ رماه أبو الحتوف بحجر ملعون فوقع في جبينه، فرفع الثوب ليمسح الدم فبان بياض صدره، فأقبل السهم المثلث فوقع في قلبه. اللهم إنك أعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض، ابن بنت نبي غيره. ثم انحنى على قربوس فرسه وأخرج السهم من قفاه الشريف، فانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده على الجرح، فلما امتلأ الدم رمى به إلى السماء، ثم وضع يده على الجرح ثانيا، فلما امتلأت لطخ به رأسه ولحيته. هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مغطوب بدمي. فأخذ الحسين يتمايل على فرسه حتى سقط على الأرض. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ثم جعل يجمع التراب كالوسادة، فيضع خده عليها وهو يناجي ربه، وجعل يئن أنينا يقطع القلوب. يا قوم، وحق جدي أنا عطشان. من ينتدب للحسين فيريحنا من أنينه؟ فابتدرت إليه الأعداء، وكانوا كلما اقتربوا رمقهم الحسين بنظره فيولون هاربين. يا ابن سعد، مر الخيل والرجال أن تهجم على مخيم الحسين، فإن كان به قدرة على النهوض نهض، فإنه صاحب غيرة وحمية، وإلا فأنا الذي آتيك برأسه. فهجم الجيش على المخيم، يا غيرة الله يا رسول الله، فتصارخت النساء وروعت الخيل الأطفال، فتوجهت زينب سلام الله عليها إلى التل الزينبي. ليت السماء أطبقت على الأرض، ليت الجبال تدكدكت على السهل، ليتني كنت قبل اليوم عمياء، ليتني وسدت الثرى ولا أرى جسمك مجدلا بالعراء.
اليوم مات جدي المصطفى، اليوم مات أبي المرتضى، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء، اليوم مات أخي الحسن المجتبى. يا بقية الماضين وثمال الباقين، ملاذي حسين، نور عيني حسين، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. ومشى الحسين ثلاث خطوات حتى كبى على حر وجهه، ثم نادى بضعيف صوته: يا شيعة أهل أبي سفيان، يا أهل حرب حزب الشيطان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. ما تقول يا ابن فاطمة؟ أنا الذي أقاتلكم، والنساء والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. لك ذلك، لك ذلك، إليكم عن حرم الرجل، اقصدوه بنفسه، فلعمري هو كفء كريم. فأقبلت عليه الرجال وأحاطت به، فهذا يرميه بحجار، وذاك يطعنه برمح، وذاك يضربه على كتفه الأيسار، وهو جالس يذب عن نفسه بسيفه حتى طعنه سنان بن أنس في صدره وطعن في جنبه، فانقلب على وجهي. أيوة إماما. صبرا صبرا على قضائك وبلائك يا رب، لا معبود سواك يا غياث من لا غياث له، يا دائما لا نفاد له، يا محيي الموتى، يا قائما على كل نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم وانت خير الحاكمين. وظل كذلك حتى غشي علي، وما أسرع أن انحدرت له أخته زينب من أعلى التل، وهي تقوم مرة وتقبض أخرى، حتى وصلت إليه فهوت بنفسها على جسده. أنت الحسين أخي، أنت ابن أمي، أنت حمانا، أنت رجانا. ولم يسمع للحسين جوابا، إذ أن الشفاه الذائلة والعيون الشاخصة جعلته مشغولا بنفسه عن روح قلبه زينب. أخي، بحق جدي إلا ما كلمتني، وبحق أبي أمير المؤمنين إلا ما خاطبتني، يا حشاش مهجتي كلمني، يا شقيق روحي. أخي كسرت قلبي وزدتني كربا فوق كربي، فبالله عليك إلا
ما سكت وسكنت. وويلاه يا ابن أمي، كيف أسكن وأسكت وأنت بهذه الحالة تعالج سكرات الموت؟ روحي لروحك الفداء، نفسي لنفسك الوقاء. أبعدك حي يا ابن الخارجي؟ من أنت الجالس؟ من أنت الجالس على صدري؟ فقد أوهيت كبدي. أنا الشامر بن ذي الجوشن الضبابي. وما تريد بذلك؟ أريد حز نحرك. ويلي لك، أما تعرفني؟ بلى أعرفك حق المعرفة. أنت الحسين بن علي، أمك فاطمة، وجدك محمد المصطفى. فإذا عرفت هذا نسبي وحسبي، فلم تقتلني؟ لأخذ الجائزة من يزيد. أيهما أحب إليك، الجائزة من يزيد أم شفاعة جدي يوم القيامة؟ دانق من الجائزة أحب إلي منك ومن شفاعة جدك. فاسقني قليلا من الماء. والله لا تذوق من الماء قطرة واحدة حتى ترد الحامية وتشرب من حميمها. بل أرد على جدي رسول الله ويسقيني بكفه شربة روية، ولكن اكشف لي عن لثامك. صدق جدي رسول الله فيما قال. وما قال جدك يا حسين؟ وما قال جدك؟ إن جدي كان يقول لأبي: يا علي، يقتل ولدك هذا رجل أبقع أبرص يشبه الكلاب والخنازير. أيشبهني جدك بالكلاب والخنازير؟ والله لا كبنك على وجهك وأذبحك من قفاك أشد لعذابك. وبرزت النساء من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات وللوجوه سافرات، وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات، والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيده، ذابح لك بمهنده، قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القناة راسك. الله أكبر. أين لك يا حسين؟ سجب العبرة جدك بعين الدم من ذبح يا حسين، من حنب ظهر رمح والسهم بالعين، الدوى الله يقبلك بالنحر وينه يستعر حتى الدماء
يجري من عيني ولادي آين من ذبح أني أمك بالجريح جيت لك ودي أضمك وين شنهو سوى هالشمر ما رحم ولدي الطهور دايس ابن على صدرك راسك بذاك الرمح راس ابو الحسن يدري الغالي سهم صوب القلب ادري كنت على الترب الصرخ ابويا وينك انظر حالتي عجلي ليا هذا حكم الله انكتب يا لثار الله هذا حكم الله انكتب يا لثار الله ولادي هاين من ذبح أني أمك بالجريح جيت لك ودي أضمك وين شنهو سوى هالشمر ما رحم ولدي الطهور دايس ابن على صدره راسك بذاك الرمح راس ابو الحسن يدري الغالي السهم صوب القلب راسك بذاك الرمح راس ابو الحسن يدري الغالي السهم صوب القلب قلبي أدري كنت على الترب تصرخ أبويا أينك انظر حالتي عجلي ليا جينا لك يا حسين نسجب العبرة أني نور العين وأمي الزهرة ليدي هاي من ذبح أني أمك بالجرح جيت لك ودي أضمك وين شنهو سوى هالشمر ما رحم ولدي الطهور دايس ابن على ملك يا حسين نسجد العبرة آني نور العين يهدى ثواب هذا العمل إلى روح الرادود الحسيني مؤيد الجنبي.